اتنين. رقم 2، ترد ازاي على استطلاع الرأي اللي قال ان 56% من طالبات معهد السينما اتعرضوا للتحرش؟ انا مش عارف استطلاع الرأي ده مين اللي عمله، مين اللي عمله؟ استطلاع رأي عملوه ما عندناش كلام، ونزلوه على المواقع ونزلوه في العناوين وفي ما عندناش الصحف وفي الكلام. بصي الجرايد. هقول لك على حاجه، احنا ما عندناش الكلام ده وما احناش ملايكه، ما عندناش الكلام ده وما احناش ملايكه. اكيد اي كليه او اي معهد او اي جامعه ليها مشاكلها، ولكن ما عندناش الكلام ده. والاستطلاعات دي انا بقطعن انا جالي كذا فنانه هنا بدون ما ان احنا نخش في تفاصيل وفي اسامي، بيشتكوا انه مش ما اتكلموش عن معهد السينما، اتكلموا عن بدايه مسيرتهم الفنيه اتعرضوا للتحرش وكانوا بيضطروا ان هم يقدموا تنازلات وكان بيحصل لهم مشاكل كتيره وكان لازم ان هي تبقى في علاقه مع حد عشان خاطر يساعدها. ده الكلام ده اتقال انا شخصيا. ما احنا دلوقتي انت بتتكلمي في قضيه غير القضيه، انا بتكلم على معهد السينما، على طالبات معهد السينما. ايوه ودول مش ممثلات، يعني ماشي حتى معهد السينما ما طلعش ممثلات. ماشي خلاص طلع اوكي. مخرجين مونترين الى اخره. انا بطعن في الاستطلاع الراي ده، يعني مش مصدقه يعني. طيب ولو اتكلمنا على الوسط الفني وعلى الممثلات اي في وسط، بدايتهم في بدايه مسيرتهم. اي وسط، اي مهنه بها هذه المشاكل. اي مهنه، اي مهنه هتلاقي فيها نفس الشكل. لو جات لك ممثله شابه تقول لك انا تعرضت للتحرش او المخرج الفلاني او المنتج الفلاني او تقدم الريجيسير شكوى، الفلاني ده تحرش بيا، تقدم شكوى، وقدمت الشكوى وبعدين هيتحافي، هيجي لها ايا كان اسم الفنان او اي مكان، المخرج. اي مكان. مفيش حد فوق القانون، مفيش حد فوق القانون. ولو لو عرفت تثبت عليه مفيش حد فوق القانون، لو ادين هيتعاقب. ايه العقاب؟ حسب عقاب ما التحرش اللائحه حاطه عقاب. ايه بقى العقاب اللي حاطه؟ اللائحه حاطه حاطاه؟ الايقاف، حتى المنع، حتى الشطب، حتى كل حاجه. طيب السؤال اللي بعده، انما لو جات لي قضيه زي دي ممكن في الاول احاول احلها بالراحه، يعني احاول اجيب الشخص ده واقول له انت صدر منك كذا كذا كذا، انتبه انتبه. اذا لم ينتبه بيصعد الموضوع. مع ولا ضد السينما النظيفة؟ يعني ايه سينما؟ ما اعرفش، يعني مش عارفة يعني ايه سينما نظيفة. يعني افلام العظيمة بتاعت زمان نسميها سينما ايه؟ نظيفة ولا مش نظيفة؟ لا ما كانوا عظيمة بيطلعوا يعني هو عظيمة. في بعد السندريلا، سندريلا ونادية لطفي وكل ال وماديا حيوس، كل العظيمات. في سؤال جاي على السينما النظيفة مش عايزة احرقه دلوقتي. الكارت اللي بعده اهو الجوكر. مالك فرحتي ليه كده؟ الجوكر ده بيبقى سؤال. اتفضل. طيب روجينا طلبت الطلاق لما جات لها صورتك وانت قاعد مع واحدة في كافيه في المهندسين وفهمت غلط، هل الكلام ده حقيقي ولا اقسم الكلام بالله ما حصل، ولا الكلام ده وهي إشاعات وصحف؟ تافهه للدرجه دي؟ على فكره انا بقعد مع مليون واحده. انا بقعد مع مليون واحده. بتغير عليك؟ مفيش ست ما بتغيرش. بتغير عليها؟ طبعا احنا الاثنين بنغير على بعض. بتغير عليها جدا؟ طبعا. طيب لو جينا بس مستوعب، يعني مش اللي قاعده مع زميل فلا مش انا مش من نوعيه. تمام. لو جينا الكارت اللي بعده، ايه اللي بعده؟ امال ايه جوكر؟ وحسستيني انك هما كاتبين رقم 10. طب ما احنا هنقولهم كلهم؟ ايه؟ لا مش هنقولهم كلهم. طيب. الفنان عادل امام كان هيترشح نقيب للممثلين بضغط من الفنان الله يرحمه فاروق الفيشاوي. اتصلت بيه وقلت له انت اكبر من المنصب واقنعته ان هو يتراجع. الكلام ده حصل ولا ما حصلش؟ عايز تعرف الحقيقه؟ هو اللي كلمني. هو فوجئت بتليفون جاي لي قال لي الو، ايوه يا اشرف انا عادل امام. فانا اتخضيت يعني. اولا انا افرح جدا جدا ان يبقى الزعيم هو نقيب المهنه التمثيليه ونقيب الممثلين. ده حاجه للبلد عظيمه. قال انا وبتاع، وانا يا ابني هقول لك رايي، انا شايف ان انت اصلح واحد. انا مش بتاع الكلام ده. وانا وفرقتي كلنا جايين الانتخابات وهنأيدك وهننتخبك وهعلن ده رسمي. ده اللي حصل. بس اشترك في الانتخابات النجم عادل امام الاخيره للنقابه؟ لا الاخيره لا، انما قبل كده طبعا كان موجود. اخر مره تواصلت معاه امتى او طمنت عليه؟ لا امتى؟ لا كتير قريب. اخر مره كانت امتى؟ من شهر كده. من شهر. من شهر؟
هو كلمني من شهرين اه كان بيقول لي على حاجه وانا كلمته مره وبتكلم بقى مع استاذ رامي كتير يعني. انا استاذ رامي امبارح اول امبارح يعني تمام. اخر مره تواصلت مع عادل امام كانت صحته عامله ايه؟ كويس زي الفل مفيش حاجه. بعض الاعلاميين طلعوا واتكلموا عنه وقالوا ان هو لسه عيان شويه، ان هو تعبان شويه. جابوه منين؟ جابوه منين؟ بيقولوا لنا المصدر. وفي اعلامي طلع قال ان هو عنده زهايمر او اصيب بالزهايمر. بيقولوا لنا المصدر. لو نعرف المصدر هنرتاح. محمد الباز طلع قال كده. هو اصيب بالزهايمر؟ طب ما ليه ما حدش طلع رد على محمد هو الباز؟ ليه ما حدش طلع رد على محمد اللي الباز؟ رد مش احنا اللي رد، اللي ترد اسرته. هو كلمني كان في حد من الزملاء عنده الشباب الصغيرين وكلمني قال لي كلمني مكالمه طويله عريضه. زهايمر ايه؟ قال لي يا فلان فلان عندي وقال الواد كويس وانا عايزك تخلي بالك منه وتعمل له كيت وتروح كيت. مين الفلان الفلاني ده؟ ما تعرفوش؟ واحد من الشباب الصغيرين. وخليت بالك منه فعلا؟ سجد. بهزر معاك، انت ما بتحبيش كوره. انا بصدق. احنا على فكره بنسال عشان احنا عايزين نطمن عليه. لا يعني هو فنان ونجم وهو يعني الناس كلها بتعشقه وعشق يعني، فاحنا ده حاجه مهمه ان احنا نطمن عليه. عايز اقول حاجه بس اريح الناس، لو في فنان والفنان ده انسان والانسان ده زيه زي اي بشر طبعا بيعيا ويبقى طبعا لو في حاجه ما اعتقدش ان احنا مش هنعرف. فريحوا نفسهم. خلصت فقرة الـ 11 cards، هنروح للفقرة اللي جاية ولكن بعد الفاصل استنوني.